السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفه ديال اليوم هي حلوه ديال الخامه بوجهين مختلفين. حلوه سهله وبسيطه غنقدمها لكم بطريقه جديده طبيعه الحال. غندير لها جوج ديال الوجوه، كتجي بنينه ومعلكه ورائعه ولذيذه بلا ما تكسر معكم بلا ما تكرفسكم في التقطع. المهم بصرفوا الطريقه والسر والوصفه كلشي هذا واكثر في الفيديو، فرجه ممتعه. عندي هنا تقريبا 300 غرام ديال الكاوكاو محمرته في الفرن، حيدت له شويه القشره بحال هكا، ما حيدتهاش كامله. طبيعه الحال الكميه كتبقى حسب الرغبه. غندير انا كميه قليله، 300 غرام ديال الكاوكاو غنطحنها هي اول حاجه. غنطحنها بيد ما يذوب ليا الشوكولاط. حاولت نطحن طحينه خفيفه يعني كيف كتشوفوا، راه ماشي منيل، غير مهرمش تهرمشات تقريبا. ها كيف كتشوفوا الحبات راه صغيورين. غنخلطو مع جوج معالق كبارين ديال الكراميل منزلي او نسلي كراميل الى شريتوه. المهم الكميه حسب الحاجه، خاص تكون عندنا هاد العقده هكا معسله ومعلكه. بسم الله نحاول نعجن هاد الكاوكاو مع الكراميل. هاني عجنتو مزيان كيف كتشوفوا، ولا معلك يعني كيتجمع معايا لقصتو بحال هكا، كيتشكل كيف بغيت. خديت انا هاد المول كاري كيف كتشوفوا، درت حسب من الورق ديال الزبده، وجبت هنايا داك اللوز كونكاسي وكراميليزي غرمي بطريقه عشوائيه هنايا. هو اول حاجه باش غادي نبدا، دوبت هنا كميه من الشوكولاط البيض هو الاول. غادي نكبو، راه سخونه الكميله ما قعدتش نشدها بيدي. غنحاول نصبو هنا في الوسط اول حاجه نبدا بيها. نديرو هيك طبقه رقيقه ديال الشوكولاط البيض. صافي غنمد ديك الكميه كامله ديال الشوكولاط بشويه باش ما تربش ليا، لان كاين تحت من هذا الكاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي اللي درتو باش كيعطي ملي كنقلبوا الرخامه ديالنا كيعطي منظر هكا وجا زوين مختلف. من بعد الطريقه غادي نحاول نسرحو بالمعلقه. صافي غندخل هذا الشوكولاط المجمد حتى يجمد وندوزو ديك الساعه للمرحله الثانيه. من بعد ما الشوكولاط شد راسو في شويه في الثلاجه، دابا غنجيبو الطبقه الثانيه ديال الكاوكاو اللي صايبنا ونحاول نحطها من الفوق. نحاول نساويوها، نحطوها ونحاول نساويوها مزيان باش تجينا طبقه متماسكه شده في راسها. بعد ما وزعنا دابا نحاول نجيبو شي حاجه باش نضغطو هاد الكاوكاو باش يشد في راسو. عندي انا هاد الاله باش كنحاول نضغط. المهم انا عندي الورق الزبده باش ما تلصقش ليا في هاد الاله. يمكن لكم ديروا شي كاس وتبقاو تطحنوا زعما تدوزوا هكا باش تشد لكم تساوى لكم السمك ديالها. بسم الله نحاول نضغط. نضغطو مزيان، سينو نديرو الكاس، الكاس راه ينفع اكثر. هانتوما كيف كتشوفوا ولا السوق ديالها مقاد ومبقاش كتحرك. هنا ذوبت الشوكولاط الكحل، تا هو غنكبو من الفوق الطبقه الاخيره. بسم الله
بالنسبه للشوكه راه كنذوبو بوحدو، ما كندير ليه لا زيت لا والو. حيت الا درتو له الزيت من غادي ومع الحال دابا كيسخن، الا خرجتوه من الثلاجه غادي يبدا يذوب معكم، غادي يكرفسكم اللهم ذوبو على الخاطر. وصافي كيف كتشوفوا راه عاقد. دابا نحاول نساويه، درت شويه ديال الشوكولاته هنايا، نحاول غير نزوق زين طبيعه الحال كيبقى اختياري. صافي دخلت الثلاجه واحد شويه تشد فراسها، وديك الساعه نقطعها بالصحه والراحه. صافي من بعد ما خرجت الحلوه ديالتي هاد الرخامه من الثلاجه، خليتها واحد المده بسيطه حتى تلقات ليا من الجناب ديالها، ما سخنت لا موس لا والو. وجبت واحد الموس يكون ماضي وهكا طويل وكبير شويه، بس كنحاول نعلم باش تجيني العبارات هكا مقادين ويجيني يجوني الطريفات هكا عبار واحد، يعني على شكل يبغي نقطعهم على شكل مستطيل او على شكل مربع. انا نحاول نقطعهم على شكل مستطيل، كيجي هكا ملي يضرب هكا زويون. صافي غنبقى نقطع بطريقه المهم اللي بغيت، المهم تشدوا العبارات في الاول وصافي تقطعوا. راه كتقطع بكل سهوله، ما كتكسر معكم ما والو. كيف شفتوا بان خدمنا الكراميل مزيان والشوكولاته درنا طبقه رقيقه، يعني ما تخافوش راه ما غاديش تكسر لكم ما والو. كيف كتشوفوا كتقطع بكل سهوله. المهم نحاول نقطعها بالشكل اللي بغيت، وديك الساعه نقدموها بالشكل الاخير بالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال الرخامه ديالتي بجوج وجوه. كيف كتشوفوا الشكل ديال الوجه اللي بالابيض والشكل ديال الثاني اللي درناه بالشوكولاته وزوقناه، الشوكولاته الكحل وزوقناه، كيجي من ظهرها زوين ومعلكه ورائعه ولدي. نتمنى تجربوها، هذه الوصفه سهله وبنينه. نقول لكم بصحتكم وراحتكم والى اللقاء.